ورجعنا لكم بعد الفاصل. اهي حلاوة الجبنة دي انا كنت مجهزاها لان لازم اشتغل فيها وهي باردة. خلاص اهي دي حلاوة الجبنة بالمنظر ده، انا هطلعها هنا خلاص اهي، نلفها بس كده واشيل دي كده خلاص. بصوا ورقة الزبدة بطلع على طول بالطريقة دي. هجيب بقى قشطة هروح حاطة كده، بس انا عايزة بس قبل ما الفها بالقشطة عايزة اجهز ورقة الزبدة بس كده معايا كده بالشكل ده خلاص اهي. نجيبها طب هنا لحد ما اكمل عشان تشوفوها كويس. هنجيب بقى القشطة كده خلاص، هنحط كده، مش ما تحطيش على الحرف لا، نحط كده خلاص بالطريقة دي كده كده. هي في قشطة بتبقى عند اللبان تخينة، فلو لقيتيها يا ريت يعني، بس هي دي القشطة دي من السوبر ماركت فهتلاقيها خفيفة شوية، فلو من عند اللبان التقيلة دي اللي واخدة خير اللبن الحلوة دي يا ريت. هنروح جايبين كده، لا نحط شوية فستق الأول عشان ايه، احنا بنعمل حاجة بيتي. ناخد شوية فستق كده، انا مش عايزة الكبير، انا عايزة حبة صغيرين من اللي هو مجروش دوت كده اهو. ناخد حبة ننقي بقى كده المجروش شوية كده بالشكل ده كده، نحط حبة تانية كده اهو بالطريقة دي. هنروح جايبين كده ولفين بالشكل ده كده، عارفين لفة السويسرول لما بنلفه، هنلف كده حلاوة الجبنة كده بالمنظر ده ونضغط هنا. هجيب سكينة وهقطع كده كده اهو المنظر ده. هجيب بقى ورقة، هجيب بقى ورقة كده، ورقة الزبدة التانية دي كده اهو. هاخد ده، هاخد اللي انا قطعته ده كده بالراحة كده، احطه هنا هظبطها بس كده عشان انا عايزة الفها رول كده اهو. هظبطها بس كده شوية كويس خلاص، واروح لفة كده واضغط كده بالطريقه دي. الحاجات دي بس بتبقى عايزه تركيز، فانا مش بصلكوا عشان انا مركزه مش اكتر يعني، بس كده هو المنظر ده. واروح شاده ورقه الزبده من تحت والف تاني بالطريقه دي واضغط كده عشان تبقى عامله زي الاسطوانه بالظبط كده اهو، زي ما بنعمل في السويس رول بالظبط كده اهو. واشد ورقه الزبده، الم كده تاني بالطريقة دي خلاص. هروح برضو لفة كده، لفة كده كده اهو، وبرمى بالطريقة دي، واروح جاية من الناحية دي وعاملة كده، وجاية من الناحية التانية وعاملة كده. تمت بنجاح خلاص، مش هقطعها، هشيلها في التلاجة بالطريقة دي خلاص. هوريكي برضو تاني عشان ايه اللي ما شفناش يبقى شايفنا على طول كده ومتابعنا بالطريقة دي. هنحط كده كده في النص. شوفي بقى الكمية دي، انا كنت واخدة نفس الصينية اللي انا عملتها لك، انا واخدة منها مجهزة اتنين خلاص، ادي واحدة كمان يبقى تلاتة، ادي واحدة كمان يبقى اربعة. شوفي بقى الكمية دي عملت لي كام واحدة، وبنجيبها غالية جدا على فكرة حلاوة الجبنة دي، اكيد اللي بيشتري حلاوة الجبنة هيبقى عارف الشكل ده. هروح برضو قبل ما اكمل بس هجيب برضو ورقة زبدة عشان انا باخد
باخدها على طول احطها على ورقه زبده نظيفه عشان وانا بلف تبقى مريحاني. دي كلها عسل، فانا ايه عايزه ورقه زبده نظيفه. وهنحط طبعا برضو الايه الفستق، هي حلاوه الجبنه هي بتحتاج فستق، هي مشهوره بالفستق. ناخد بقى المجروش كده كده اهوت، انا مش عايزه الكبير ده عشان ده هحطه على الوش بالطريقه دي كده. ونروح حاطين كده اهو بالشكل ده كده الطريقه دي. خلاص هنروح بقى جايبين نلفها كده، احنا بنعلم ايه بالخطوات يعني، مفيش احسن من كده. بس كده نطبقها كده ونشيل. هاخد بقى لحد الحته اللي انا تنيتها دي اروح مقطعه كده بالمنظر ده كده اهو. شوفوا هتعمل بقى كام واحده، دي الرابعة، هتعمل كمان واحده وممكن حته كمان، حته صغيره. ممكن الحته الصغيره بقى دي ناكلها احنا، نغمسها بقى بالقشطه كده. نشيل كده المنظر ده ونروح حاطينها هنا كده تاني في الورقه، ايه ورقه الزبده النظيفه بالمنظر ده. خلاص واروح جايبه كده، بصوا بتك كده بالشكل ده كده. نجيب بقى هنا دول عشان تشوفوا كويس برضو احسن كده، واضغط كده على العجينه نفسها واشد ورقه الزبده افكها من تحت العجينه بالمنظر ده كده. بس شفتوا بقى ست البيت، قناه ست البيت بتعلم ازاي بالمنظر ده كده كده. والف وابرم بقى كده، ابرم ابرم افك بس اللي تحت دي لزقت بس كده اهو بالمنظر ده كده كده كده. الف ابرم بقى ابرم كده بالمنظر ده، بس ما تشتغليش فيها وهي سخنه، وهي سخنه مش هتديكي نتيجه كويسه ومش هتعرفي تلفيها، مش هتعرفي تلفيها هتتقطع معاكي، لازم تسيبيها تبرد خالص بالمنظر ده كده اهي كده اهو. برده بسيبها كده، بصي كل ما تبقى رفيعه يعني بالسمك ده كل ما تبقى طعمها حلو اخف. اغسل بس ايدي هوريكي بقى اللي انا مجهزاه. ممكن نشيل دول كده، لو في وقت هبلفها لك تاني واوريها لك تاني. نشيلها كده، همسح بس الرخامه كده اهو. كده هجيب بقى الطبق كده خلاص، هنزل عليه بحبة عسل كايه كديكور كده بس مش اكتر كده. نعمل بس حركات كده بسيطة اساس لما نحط عليها حلاوة الجبنة بالمنظر ده كده. خلاص كده تمام بس كده. هجيب بقى الرول اللي انا عاملاهم، انا عامله 2 رول. بصوا الكميه طلعت لي ادي 4، واللي انا شلتها هتعمل لي كمان واحده يبقى 5. انا مجهزاها اهي، هفتحها كده بالشكل ده كده اهي، واجيبها كده اهي. دي ورقه بس بالطريقه دي كده اهي ماسكه. هجيب بقى سكينه مشرشره واقطع بالورب، اضغط كده 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 وانزل لتحت واشد وبالراحه عليها بالشكل ده كده. انا اللي مجهزاها ما كنتش حاطه فيها فستق، بس هي المفروض ان هي تحط من جواها فستق لو انت عايزه، مش عايزه خلاص ما تحطيش.
كده بالشكل ده كده خلاص، وهحط هنا نقطع هنا تاني ننزل كده ونشد عشان ما تقطعش مننا، نقطعهم كلهم بعدين نحط كده كده. انا قطعتها كبيرة شوية، عايزة تقطعيها اصغر قطعيها بالمنظر ده كده كده اهو، ما ناخدش الحروف لان الحروف ما بتبقاش شكلها حلو بالمنظر ده. ناخد كده ونحط كده، ممكن الصغيرة دي نحطها ورا هنا، نحط الكبار الاول بالمنظر ده هتعجبكم جدا، ممكن دي خليها ناكلها بالمنظر ده كده. هحط بقى عليها فستق من فوق، هوريكي احط عليها. امسح ايدي، طيب امسح ايدي. ممكن اقطع التانية الاول ولا احط لكم الاول الفستق تشوفوا شكلها؟ احط شوية عسل عليها كده برضو بالمنظر ده عشان لما احط الفستق يلزق عليه بالطريقة دي كده. خلاص ممكن نحط الحتة دي برضو بالشكل ده، وانا هقطع التانية لما نخلص وهتشوفوا برضو الطبق واحنا بنخلصه بالمنظر ده. انا عايزاكم بس تشوفوا ان انا هحط الفستق كده كده، ممكن نحط واحدة فستق على كل واحدة بالمنظر ده. انا عايزة برضو المجروش بالمنظر ده كده، دي ما حطناش عليها عسل، هنحط ونحط بقى شوية كده نزوقها بالمنظر ده. نحط هنا واحدة واحدة واحدة، ونحط شوية عسل على دي، يعني دي مش عايزة تحط عليها عسل، لا نحط لها كده بالشكل ده. يبقى بكده النهاردة احنا عملنا حلاوة الجبنة بطريقة سهلة وبسيطة وظريفة. خلاص، ويا رب النهاردة الحلقة تكون عجبتكم، وما تنسيش يا غزلان تقولي لي ايه رأيك، وكل وصفاتنا وكل مقاديرنا هتلاقوها على الويب سايت بتاع القناة اللي بيظهر على الشاشة، واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله.